مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، معكم فيصل. اليوم بدنا نشرح درس جدا مهم اللي هو طريقة جلب الصورة من الفوتوشوب على الإليستريتر، أو ربط الصورة من الفوتوشوب للإليستريتر. بمعنى أنا عندي صورة BSD بدي أخذها بلايس على الإليستريتر، كيف بدي أخلي لينك بين الإليستريتر والفوتوشوب؟ بمعنى أنه أي تعديل بدي أعدله على الصورة على الفوتوشوب ألاقيه بسرعة انتقل على الإليستريتر مجرد ما أنا أضغط سيف على الفوتوشوب. طيب خلينا نشوف مع بعض. بداية عندي برنامج الإليستريتر CC، عندي هون خلينا نحكي تمبلت جاهز زي فلاير، بدي أجيب فيه الصورة. هلأ في كتير ناس تفتح الصورة على الإليستريتر بطريقة إنه open أو بيعمل open من نفس الإليستريتر. لا، هذا الحكي غلط طبعا. خلينا احنا نشوف مع بعض كيف. بروح على فايل انتهى من هون، بعد فايل في عندي بليس اللي هي اختصارها اللي هي command shift p أو control shift p على أجهزة الويندوز. بضغط عليها بليس بلاقي الصورة عندي هون BSD أنا مجهزها طبعا. وهون أهم شي يا شباب إنه ألاقي هون بكون مرات مش لينك، لازم يكون عليه check link يعني عمل خلص. أنت مجرد ما عملت لينك هون عمل ربط بين الفوتوشوب والإليستريتر، يعني عمل لينك بين الفوتوشوب والإليستريتر بحيث أي تعديل بدك تعدله على الفوتوشوب على السريع تلاقيه انتقل على الإليستريتر مجرد ما أنت ضغطت سيف او عملت سيف على الفوتوشوب. طيب خلينا نشوف هون عندك شو امبورت اوبشنز، بطلع لك الاوبشنز تاعها لما بدك تعمل بليس. طيب هاي هون انا اخذتها وضغطت على الستريتر. اذا بنلاحظ مع بعض مجرد ما انت تجيب الصورة وتكون عامل لها لينك مثل ما عملنا احنا، اعطينا تشيك على اللينك، بتلاقي عامل عليها حرف اكس زي هيك، بمعنى انه في صار لينك بين الفوتوشوب والإليستريتر. طيب هلا بدي اعمل لها ماسك هون، اخذت هاي كات، اخذت المربع اللي هون كات هيوت بيست بحطه هون. طبعا الماسك احنا شرحناه في قناتنا هون طريقه عمل الماسك على الإليستريتر. بحدد اول اشي هاد بخليه فوق هيك، وهذا بمسك بعدين الصوره زي هيك وبضغط كوماند 7 او كنترول 7 بلاقيها انتقلت هون. هلا بتحكم فيها زي ما بدي، بحركها هيك، بصغر من هون مع شيفت، انا طبعا ضغط شيفت، برجع بعمل الطريقه هاي هيك. تمام بعمل لينك. طيب الان اهم نقطه انه كيف هلا بدي وانا على الإليستريتر انتقل على الفوتوشوب علشان اعدل على الصوره. في طريقتين. اول واحدة اللي هي انا عندي من هون في اشي عندي اسمه فوق بيطلع لي edit original، واذا ما طلع لك edit original ممكن انت تروح من window من هون تروح على اشي اسمه عندك links، تمام وتختار اللي هو من فوق من هون برضو في اشي اسمه edit original، تمام هاي بتزبطه. في كمان الاشي اللي انا ماشي شغال عليه او اللي هو الاشي السريع، انه انت بس تحدد الصورة بالسهم الابيض هذا اللي عليه زائد اللي هو بفك الجروب. مجرد ما انت حددت الصورة مع الت اضغط الت ودبل كليك بينقلك على السريع على الفوتوشوب. احنا هيك صرنا على الفوتوشوب. او اذا ما بتحب الطريقة التقليدية العادية من غير اختصارات، من هون زي ما حكينا من لينك edit original راح تلاقيه على السريع لحاله وداك على الفوتوشوب. طيب خلينا بس نعدل على الصورة اي تعديل بسيط علشان نشوف اذا انت. طيب خلينا نشوف مثلا انا عندي هون في باك جراوند على صورة الكمبيوتر على صورة الجهاز، بدي اعمله بلون معين، بدي اعمله في لون معين، اللي عشان يكون لون واضح هيعمل انا سيليكشن لإله عشان يكون واضح، نعمل مثلا في اللون الاحمر
تمام اللون الأحمر، وبعمل له لاير جديد. اوكي، اختصار اللاير طبعا احنا مرة شرحنا عن اختصارات اللايرز وكيف بقدر افتح لاير من هون عشان اتحكم في الالوان واتحكم بشغلات كتير. طيب هلا بعمل له فل عندي هون، صار هاي لون احمر. طيب هلا الان تعدلت الصورة، مجرد ما اضغط سيف على الفوتوشوب او اعمل سيف على الفوتوشوب من هون هيك راح الاقي، نرجع على الالستريتر راح الاقيها. هلا بقول لك انه هون في فايلات تعدلت موجوده عندك على الالستريتر، تعدلت على البرنامج الاصلي تاعها يعني الفوتوشوب او غيره. بقول لك بدك تعمل ابديت لها، تو ابديت ذم ناو، بدك تقول له يس. مجرد ما عملت يس، مجرد ما سيفت لقيت الصوره تعدلت على الفوتوشوب. طبعا هاي شباب الشرحات او الطريقه هاي جدا سهله وجدا مهمه، في بتسهل عليك كتير في عملية ان انت شغال على مجلة، على كتاب، على بروشور، على فلاير، على بوستر، على اي شيء. هاي بتسهل عليك بشكل رائع، بدل ما انت ترجع تفتح الصورة على الفوتوشوب بعدين ترجع تجيبها كمان مرة بليس على الالستريتر. فلا احنا هون اختصرنا شغلات كتير، وفقط هذا هو الطريقة الصحيحة لعمل بليس أو ربط صورة من الفوتوشوب على الإلستريتر. شكرا لكم على المتابعة. شكرا.